انطلاق أعمال القمة الأفريقية 37 بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن. والأمين العام للأمم المتحدة: الحوكمة العالمية في شكلها الحالي تعمل على ترسيخ الانقسامات. الجامعة العربية تؤكد أن قطاع غزة ما زال يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها. لقاء إماراتي بحريني في المنامة يبحث عدد من المستجدات في المنطقة.